في عمري 75 عام، كتبت المرأة الدار ديالي، دوزنا واحد المدة، خرجتني على الباب برا وبقات كتبيتني في الدروج مدة ديال 8 شهور، وعلى الاخر خرجتني طرقت لي الباب، باب الدار طرقتها بدلت عليا السوارت وخرجتني على الباب. المرأة غلبات عليا ودات لي الدار، دات لي اتات ديال 14 مليون، الدار كتعمل 100 مليون. دوز شهر ديال الحبس و 20 يوم قبل منها، هي شهر و 20 يوم اللي دوزت، وحرشت عليا الولد ضربني ببونيا، ودابا راني مشرد في الشارع، راه الكلب حسن مني، راه ما بقات عندي حياه. واش الانسان اللي عنده 75 عام يدخل للحبس؟ المراه تكرفصت عليا بالمعقول، تكرفصت عليا. دابا بقات لي 7 ايام البوليس عالميني، 7 ايام بقات لي باش غادي يجيو عندي يديوني عاوتاني، ما خلصتش غادي يديوني للتلال. راني معاه في العذاب، راني في العذاب، والكلب حاشا كبرى احسن مني انا في هاد الساعه هادي. عندي ما غادي ندير، هادشي اللي كتب لي الله. عام ونص وانا كنبات في الطوموبيله، مجريه عليا وكنبات في الطوموبيله، لا رحم ولا عتق ولا والو. المهم تكرفصت عليا بالمعقول، تكرفصت عليا. كان طالب تفرق معايا، كان طالب تبعد مني، تعطيني بتسع، دات لي خلصتي، حزتها ليا، دات لي فلوسي كلها، دات لي رزقي، خلاتني مشرد في الشارع. التيجاني اللي في عمره 74 عام، اللي كنشوفوا الظلم اللي كتب الزوجه ديالو المنزل تيسوى 100 مليون، ومشى دار له الحز على الخلصه ديالو اللي تقطعوا له تقريبا 36000 ريال في الشهر ديالو في الغوتخيت ديالو، وضرب الشهر ديال الحبس في شهر 8 على النفقه. ودابا هي جاتو السيده من عند البوليس، هو عنده اجل ديال 7 ايام، هو بقى له والو، غادي يدوز الحبس عاوتاني لان النفقه جمعت عليه. حنا كنشوفوا هذا الظلم هذا اللي تيتمارس على الرجال اللي في عمر 74 عام عباد الله، وعاد يمشي يدوز الحبس، راه حشومه، وحنا ما بغيناش هكا. حشومه، راجل قد با وكبير، ولا فيه عنده مرض السكر ومرض ديال البصر، وفيه مرض الكلاوي، وفيه جميع امراض، مسكين. ورا دابا حسبي الله ونعم الوكيل كنشوفوا حنايا، شوف راجل قد بانا واللي دوز الاجيال، وها في الاخر اخرته غادي يمشي دابا واحد الخمس ايام ولا سيمانه، دابا ولا روشيرش، غادي يمشي للحبس على النفقه، وهي دايره الخلصه ديالو، فدايره له الخلصه دايها له، ودات له دارو، ودابا هو مشرد، ولا الدار ديالو تقريبا 100 مليون اللي كتب لها بالسميه ديالو. وضربني الود بونيه عاوتاني، ضربني حرش، طلقات عليا الود، ضربني بونيه عليها. كنشوفوا حنا الظلم اللي تيتمارس على الرجال، ما عارفين بغاو يديو الرجال، ما عارفين بغاو يديو بهذا الشيء ديالهم. حسبي الله ونعم الوكيل. انا بعد باش كنشوف، انا بالصراحه كنشوف انا بحال هكا، كنبقى حتى انا كتبقى فيا في الصراحه الرجال معنفين. حسبي الله ونعم الوكيل، وحنا معاك حتى لاخر المطاف، وحنا كنأزروك ونعطوك يد المساعده.